فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الآية 29 من سورة الدخان في معنى فما بكت عليهم السماء والأرض، كيف تكون السماء باكية؟ كيف يكون بكاء السماء؟ في صحيح مسلم في تفسيره لقوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض عن كيفية بكاء السماء أنه قال لما قتل الحسين بن علي بن أبي طالب بكت السماء وبكاؤها حمرتها. وفي مسند أحمد أن من دمعت عيناه لقتل الحسين دمعة أو قطرة قطرة بوأه الله عز وجل الجنة. وفي تفسير الثعلبي قال مطرنا دما أيام قتل الحسين. المصادر: السيوطي في الدر المنثور الجزء السادس صفحة 31، القندوزي في ينابيع المودة صفحة 357، الشبلنجي في نور الأبصار صفحة 133، وغيرها من المصادر. محمد رسول الله، اللهم صل، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. الآية 29 من سورة الفتح، نزلت هذه الآية بحق أمير المؤمنين والذين آمنوا معه، وقد صدق علي بن أبي طالب وكان مصداق لهذه الآية حينما كان في يوم صفين مشتغلا بالحرب وهو بين الصفين يراقب الشمس، فقال ابن عباس هذا ليس وقت صلاة، إن عندنا لشغلا. فقال علي عليه السلام فعلام نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم على الصلاة، وهو الذي عبد الله حق عبادته حيث قال، أي أمير المؤمنين، ما عبدتك خوفا من نارك ولا شوقا إلى جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. المصادر: شواهد التنزيل، الجزء الثاني صفحة 180، وهنالك مصادر أخرى. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. الآية 10 من سورة الأحزاب، حيث ذكر القرآن الكريم على حالة من الحالات التي وقع بها المسلمون حيث جاءهم الأعداء من فوقهم ومن أسفل منهم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر،
حيث ارتعب المسلمون، وذلك حينما نادى المشركون بالبراز في يوم الخندق، فلم يخرج سوى علي بن أبي طالب، وفيه قتل أمير المؤمنين عمرو بن عبد ود العامري. حينما عبر عمرو بن عبد ود الخندق وجاء إلى المسلمين متبختراً ويقول: هل من مبارز؟ وأخذ يترنم بمجموعة من الأبيات ويستهزئ بالمسلمين، والرسول يدعوهم إلى مقابلة عمرو بن عبد ود، فلم يقم سوى علي بن أبي طالب. قال ربيع السعدي: أتيت حذيفة بن اليمان فقلت له: يا أبا عبد الله، إنا لنتحدث عن علي ومناقبه، فيقول أهل البصرة أنكم لتفرطون في علي، فهل تحدثني بحديث؟ فقال حذيفة: والذي نفسي بيده، لو وضع جميع أعمال أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كفة منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة، ووضع عمل علي بن أبي طالب في الكفة الأخرى، لرجح عمل علي بن أبي طالب على جميع أعمالهم. فقال ربيعة: هذا الذي لا يقام له ولا يعقل. فقال حذيفة: يا لكع، وكيف لا يحمل؟ وأين كان أبو بكر وعمر وحذيفة وجميع أصحاب رسول الله يوم عمرو بن عبد ود وقد دعا إلى المبارزة؟ فأجمع الناس كلهم، فأحجم الناس كلهم ما خلا عليا، فأنه نزل إليه فقتله، والذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أجرا من عمل أصحاب محمد إلى يوم القيامة. المصادر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، الجزء الرابع، صفحة 344، ينابيع المودة، صفحة 95 وصفحة 137، والمواقف لعضد الدين الإيجي، صفحة 617، طبعة إسلامبول. والحمد لله رب العالمين. هذا وقد تم إلى هذه الآية الجزء الأول من الآيات النازلة بحق أهل البيت عليهم السلام، ونسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.